أصبح عليكم بالخير وأصبح على أسرة البرنامج، أقول لكم صباحكم خير ويعطيكم العافية، أصبح على الشيف ماجد الصباغ اللي راح يرافقنا في مشوارنا لهذه الحلقة المميزة. صباحك خير يا شيف. يا هلا، صباح خير عبير، وصباح خير للسادة المشاهدين، بتمنى يكون بداية نهار سعيدة للجميع بإذن الله تعالى. خبرنا يا شيف اليوم شنو وصفاتنا الجديدة؟ اليوم نتكلم عن أجواء البر، فراح نسوي شرائح اللحم الستيك، نتبلها بطريقة بسيطة، نحكي شوي بعض النصائح كيف ممكن نختار اللحم الصحيح وكيف ممكن نشويها إن كان في البر على الفحم أو داخل المنزل. أكيد راح يكون معنا بعض المرافقات، راح نتكلم عن البطاطا كمان كيف ممكن نشويها أو نخبزها داخل الفرن، راح يكون معنا نوع من العصير المناسب للحوم الحمراء بشكل عام. فاليوم حلقتنا عن أجواء البرد والشواء وأجواء البر، وأكيد راح نتابع هذه الخطوات أثناء حلقتنا لليوم. أكيد إن شاء شكرا الله. لك يا شيف. إذن مشاهدينا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، ودعونا نستكمل فقرة الطبخ مع الشيف ماجد، وخبرنا الحين وين وصلنا. مرحبا من جديد، أهلا عبير، وأكيد أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. تكلمنا في المقدمة أنه نحن راح نعمل شرائح اللحم الستيك، راح استخدم اللحم البقري، راح نتكلم عن المرافقات لإلها وكيف ممكن نسويها بالبيت، لأنه هاي الوجبات فعلا لذيذة وسهلة التحضير. في ناس بيخافوا منها، بيعتمدوا على تناولها في المطاعم لأنه بحسوا أنه بدها يعني شيف خبير. لا، هي بسيطة جدا وممكن نحضرها بسهولة، ورح نتكلم كيف ممكن نعملها حتى في البر، يعني لو نحن عم نستخدم مشوى الفحم أو ما عنا الفرن اللي موجود. طبعا معي لحم الستيك البقري أو الفيلي، أنا ماخذه من ما يسمى التندرلاين، يعني فيلي البقر، وهو أفضل ما يكون للشوي السريع أو للطهي السريع. راح يكون معنا الخردل، راح يكون معنا زيت الزيتون، معي حبات البطاطا اللي راح اتكلم عنها. راح اعمل صلصه سريعه استخدم فيها الفطر البني، واستخدم الملح، عفوا اكيد الملح والفلفل البصل وشويه من الكريمه، ولحتى تكمل وجبتنا راح نستخدم تشكيله من الخضار اللي هي البروكولي والقرنبيط والجزر، نسويهم مع بعض. كمان راح يكون معنا من الأعشاب اللي راح تساعديني فيها، هون راح نتكلم عن الأعشاب شوي. عندي الزعتر البري الطازج، وعندي كمان إكليل الجبل، هذول من الأعشاب اللي كثير مهم يكونوا موجودين بمطبخنا. شوف ريحتهم على فكرة. وهذه العشبة؟ هذه إكليل الجبل أو الروزماري، وهذه الزعتر. شوفي ريحتها. كثير من الأعشاب يعني الكويسة نستخدمها، لأنه كمان يعني بتعيضنا عن استخدام كمية كبيرة من الملح والفلفل، يمكن احنا بقى نبتعد عن الملح قدر الإمكان، فالتنكيه أو إعضافة نكهة بيكون باستخدام الأعشاب اللي إلها قيمة غذائية عالية، وخاصة في هاي الفترة الحين برد، فنحن بحاجة لتقوية مناعة الجسم، وهاي الأعشاب بتفينا. رح أبدأ مع البطاطا، وهون أنا مختار البطاطا العادية. طبعا عندنا كثير أنواع من البطاطا في السوق، حبيت أختار نحضر البطاطا المشوية. راح أحضر بطاطا مشوية بالفرن، لكن أكيد راح نتكلم كيف ممكن نعمل البطاطا لو في البر، لأنه ما عندنا فرن. أحجام البطاطا يعني لها دور في الإعداد؟ تمام، شكرا على هذا السؤال، لأنه أنا كنت عم بتكلم عن موضوع البطاطا وأنواعها. ففي عنا البطاطا العادية اللي هي بتجي أكثر من مصدر، واللي أكثر استخداما اللي عم بستخدمها، مختار الحبات اللي حجمها متوسط أو الصغيرة تقريبا يعني. طبعا في عنا أنواع ثانية من البطاطا اللي هي البطاطا الصغيرة، في عنا البطاطا البنفسجية، في عنا البطاطا الحلوة، كثير من الأنواع اللي متوفرة في السوق وممكن أنه نستخدمها. أنا هون مثل ما حكيت حبيت أستخدم البطاطا العادية لحتى يعني نستخدم المتوفر عند الجميع. رشة من الملح والفلفل الأسود، وبعدين راح أعطيها شوية من إكليل الجبل. إكليل الجبل. أوكي، الطازج. راح نأخذ هاي النكهة. لو نحن عم نشتغل في البر فممكن نأخذ الحبات كاملة. نتبلها بنفس الطريقة اللي أنا عم بسويها الحين. بعدين نلفها في ورق الألمنيوم أو القصدير ونخليها داخل الفحم. وكثير راح تكون طعمتها لذيذة إذا جربناها في البيت. وبسهولة ممكن نحضرها بهاي الطريقة كمان، وكثير لذيذة. وعلى فكرة هي بديل جيد عن البطاطا المقلية اللي الأطفال كثير بحبوها. فنحاول نبتعد عن البطاطا المقلية شوية من زيت الزيتون.
ونستخدم هذا النوع، وصدقوني الأطفال راح يحبوها. وهذا النوع جيد يكون مرافق مع الأطباق الرئيسية مثل ما أنا عم بعمله، جيد يكون حتى مع السندويشات وممكن يكون مع السلطات، يعني طبق جانبي نحطها مع السلطة، حتى إذا سوينا نوع من السلطة وحطينا عليها البطاطا المشوية بتكون جيدة. راح أوزعها طبعا، أنا في فكرة هون بعد مهمة، مخليها مع القشر، القشرة موجودة فيها مغسولة بشكل جيد أكيد لحتى نتخلص من التراب اللي موجود فيها. وعندي صينية الفرن بهاي الشكل بكون سويت. أنا من الناس اللي يحبوا الفلفل الأسود، فبرش شوية عليها لحتى اللمسة الأخيرة حرة، وإلى الفرن على حرارة 180. بتوقع الفترة الزمنية راح تاخذ بتوقع 12 دقيقة مو أكثر من هيك لحتى تكون جاهزة ونقدر نستخدمها. وكمان ممكن نعملها بأشكال ثانية، يعني ممكن نعملها مكعبات، ممكن نعملها أنصاف دوائر بالشكل اللي نحن بنحبه لحتى نغير من مرة للثانية. راح نتكلم بما أنه البطاطا هلا في الفرن، راح نتكلم عن اللحم. اللحم لازم ننتبه أنه إذا نحن بنستخدم لحم للشواء اللي يعتبر طهي سريع، يعني حرارة عالية وفترة قصيرة من الطهي، فلازم نختار ما يسمى اللحم درجة أولى. واللحوم في الذبيحة إذا كان أبقار أو أغنام في إلها ثلاث أصناف، درجة أولى وثانية وثالثة. الأخيرة مثلا اللي بتكون هي مثل اللي تستخدم للسلق أو الطهي البطيء. إذا بنعمل صالونة نختار الدرجة الثالثة. إذا بنختار للمشاوي وبدنا مشاوي كويسة، فلازم ناخذ الفيليه أو الظهرة أو شريحة، المكان اللي بناخذ منه الستيك الشريحة. نعم. فهاي عندي فيليه لحم البقر، وأنا هون عم بحكي عن لحم البقر. الحمد لله بالإمارات بلد يعني في السوق موجود كل شيء، وهذولا من سوق الجبيل هذا اللحم. فهذا جنوب أفريقي، في عنا يجي من أستراليا، في يجي من البرازيل، يجي من أمريكا، يجي من اليابان طبعا. في الواجيو، في الأنغوس، في كثير حتى براندات لهاي اللحوم. لكن الحلو اللي نعرف فيها أنه قطعة الفيليه بنشوف ما فيها دهون كثير، فهي بتكون طرية جدا وبتكون سهلة الطهي. والمهم في الموضوع كمان أنه ما نطهيها كثير، يعني نحن بنعرف انه في المطبخ الغربي بيتم تناول اللحوم يعني بدرجات استواء مختلفه. ف بالمطبخ العربي يمكن نحن بنحبها انه تكون مستويه، ما في مشكله، بس يعني انه البعض الاخر نص نيه تقريبا موجود فيها. لكن رايي او نصيحتي انا نحاول انه ما نطهيها على الآخر، وهي نصيحة يعني، لأنه لو طهيناها كثير راح تنشف. بعض أحيان نحن نشتكي إنه اللحمة ناشفة، هو السبب إنه نحن طهينا كثير. طيب أنا راح أتركها شوي، ما بدها طهي كثير، بعدين ممكن إنه نسويها في المقلاة بس تشويح بسيط وبتكون جاهزة. وأنا الحين عم سوي لهم الستيك، هذا الثايم، البصل، الثوم، وشوية من الفطر بقليهم مع بعض. هذه الخطوة الأخيرة يا شيف؟ عم حاول أركب الطبق. نعم، فعندي الصلصة هي الفطر مع البصل والثوم والزعتر البري، ولازم أقليهم بشكل كويس. رشة من الملح والفلفل الأسود، لازم أحمس الفطر جيد. وعلى فكرة رجعنا لموضوع الشوي، نحن ممكن نعمل الفطر مشوي بعد بنفس الطريقة، مع شوية من الزعتر البري نشويه على الفحم. وهاي الخضرة المسلوقة معي، البروكولي والجزر. وهون راح أطبخ شرائح اللحم، بما أنه نحن ما عندنا الفحم فنحن عم نشتغل على المقلات. طبعا البطاطا لساها داخل الفرن، وأنا شفتها تقريبا يعني استوت، محتاجة شوية وقت بعد. وبهاي الطريقة راح أضيف الكريمة، أخلي الصلصة تستوي. أتكلم شوي عن القهوة، نحن نستخدم القهوة في المطبخ كمان كشيفية الحين، مستخدمة في الحلويات، مستخدمة في الطبخ، ينعمل منها عصير الحين، تم الأمور مختلفة اللي يسوون يعني في القهوة الباردة، في القهوة وما شاء الله حتى المطاعم الحين منتشرة والناس بدأت تستخدم القهوة. بعد منكهات أيضاً. أوكي، أنا أموري تمام، بس أسكب الخضرة، حطيت شوية من البطاطا، أسكب الخضرة. طبعاً نحن لازم نعمل الوجبة متكاملة، فلازم يكون عندنا خضرة ويكون عندنا بطاطا ويكون عندنا
في البر ممكن نستخدم سلطة مثلا إذا ما عندنا الخضرة المشوية، لكن ننتبه إنه وجبتنا تكون متكاملة وجيدة واللحم متكاملة وجيدة وأيضا صحية. أكيد صحية. فأنا راح أسكب الطبق هاي اللحم. طبعا تكلمت إنه ما في داعي نخليه يستوي كثير، يعني جيد إنه ما يكون ناضج على الآخر، خاصة لما عم نستخدم اللحم الطري. وأكيد فينا نسويه في البيت في حديقة المنزل، أو فينا نسويه في على الفحم، راح يكون كمان له طعم شهي ولذيذ. خليني أسكب الحين الصلصة على الستيك اللي معاي. طبق حلو بسيط لهذا الجو. ومثل ما تكلمت في البداية، الناس تخاف من الستيك، يعني يفكرون إنه طبق صعب نتحضر في المنزل، فخاص أو نتناوله في المطاعم أكثر. لا، فينا نحضره في البيت. خليني أزين بإكليل الجبل بما إنه حطيناه في الصوص، بس بعطيه إكليل الجبل أعطيه شوية نكهة. تقريبا تحضير هذا الطبق الرئيسي يا شيف ما ياخذ معنا وقت ربع لا ساعة تقريبا، احنا شفنا الوقت اللي حضرناه بسيط جدا يعني وسهل. يمكن اهم نصيحة بوجهها هون هو اختيار اللحم الصحيح. يعني لازم مثل ما اذا بدنا نسوي لحم للمشاوي فلازم انه نحن نختار اللحم الصحيح في البر. طبعا في انواع للحوم كمان لازم نعرفها، يعني ممكن اللحم الاحمر اذا كان الغنم او البقر او المعزة حتى والماعز، وممكن كمان يكون اللحم الأبيض الدجاج أو ما شابه. طبعا بحلقات ثانية راح نتكلم أكثر عنها، راح نتكلم عن التتبيلات اللي تجي في الروب، التتبيلات اللي تجي في البهارات الهندية. اليوم حبيت أنا أتكلم شوي عن الغربي، لأنه شوي نحن ما نستخدم الفيلي أو الستيك أو الشرحات، فحبيت يعني أتكلم عنها بطريقة نشرح بساطتها أنه كيف ممكن نحضرها مشان هيك سهلة. واستخدمنا ايضا الخضار، كانت الخضار لازم نسلقها، نسلقها في الاول وبعدين نعملها سوتيه. هلا اذا نحن بدنا نخفف كميه الكالوريز شوي ما في داعي نخليها في الزبده، أكيد. فممكن انه على طول نستخدمها مسلوقه تكون حاره ونحطها بجنبها. لكن كطعم ألذ شويه، نحن في البرد الحين ما عم نتكلم عن الكالوريز، يعني انا عم بتفادى اجيب قصه الكالوريز، لكن هذا الطبق اكيد فيه كميه كبيره من الحريرات لانه استخدمنا الزبده، والزبده طعمها ألذ في طهي اللحوم للستيك. اذا عم نسويها على الفحم ما في داعي نستخدم الزبده، كان ممكن نستخدم الزيت وبكفي لشيها. ممكن الزيت العادي او زيت الزيتون؟ اي الزيت العادي بكفي، لانه زيت الزيتون اذا احترق مباشره راح يصير مر، ممكن يكون يعني كثيف بعد ايضا. نعم. عن اللحم بقى. نعم أيضا. اذا اخذ اللهب. وعلى فكره شيء مهم في الشوي، وهذا يمكن كثير من الاخوان يعني، او انا بقول الاخوان لانه رجال اللي يشوف العاده برا، هو موضوع ما لازم يكون فيه لهب، يعني النار ما لازم تكون واضحه، انت لازم تشوي على الجمر، فبيكون حرارة الجمر فقط موجودة ما بدون ما يكون في نار واضحة. وصلنا نحن للمسات الأخيرة، أشوف الطبق تقريبا هذا هو. هذا الطبق تمام مع شوية من رشة. يعطيك العافية يا شيف ماجد الصباغ على هذا التحضير والوصفة الجميلة اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج صباح الشارقة. شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا. شكرا كثير لك. يعطيك العافية.